في نقطة عايز أتكلم فيها مع حضرتك، وهي دور الفن في لفظ هذه الجماعة، ويمكن لقاء من ضمن اللقاءات مع الأستاذ سامح الصغير يتكلم عن الموضوع ده، ويتكلم عن اعتصام المثقفين وإزاي اللي عمله أحمد المغير في هذا التوقيت ومحاولات التصدي من الفنانين لفض هذا الاعتصام بالقوة. إزاي الفن ساهم بالفعل في طرد هذه الجماعة وطرد أفكارها من المجتمع؟ احنا نسمع سامح الصغير الأول ولا نسمع سامح الصغير الأول؟ نسمع سامح الصغير. بعد السنين دي هسأل حضرتك سؤالين بيعبروا عن موضوعين مهمين برصدك كمثقف وكفنان. يعني ليه كانت هذه الثورة لازمة؟ يعني ليه كانت لازم تقوم؟ يعني كل ما قلته حضرتك يدينا إجابة على التفاصيل دي، لكن الفكرة الأساسية اللي حركت الناس كانت خايفة على إيه بالظبط؟ أنتوا خفتوا على الفن وعلى الهوية؟ شخصية مصر. شخصية مصر طبعا. طبعا بالدرجه الاولى الهويه. لا احنا مش كده، واحنا عموما جوانا لا لازم يبقى في فرق بين الدين والسياسه. الدين ده في تعاملك مع الاخرين، الدين ده كله محبه مش صراعات الا اذا حد اعتدى عليك، الدين ده تسامح، الدين ده بعيد ايثار، بعيد عن المصلحه الخاصه، ده كله تكافل، ما هو الصراع على سلطه. فلما الاقي تحت ستار ديني ناس بتصارع على الوصول للسلطه، وممكن ما كنتش ما بتتمتعش بكفاءة الحكم أو ومش كده، وتوجهاتها مختلفة تماما عن إرادة الشعب وعن شخصية الشعب. فطبعا كانت المسألة يعني استحالة. كان الثورة، ثورة 30 يوليو ثورة حتمية حتمية، تحدد لها معاد، كان ممكن تحصل في أي يوم. من أول ما تولوا، من أول ما شفنا الحكاية دي كان ممكن تحصل في يوم، لكن ده كان تحديد المعاد. فكانت حتمية قيام ثورة، لأن الشعب كان بيرفض تماما أن يمشي وهويته تتمحي بهذا الشكل. يعني حضرتك ترجمت تقول شخصية مصر. شخصية مصر. طيب يعني زي ما شفنا هذه الشهادة من من سامح الصغير طبعا. هو البرنامج المرة دي، لأنه يعني ممكن يكون مرتب أنه يبقى فيه مواسم، يعني كان فيه اهتمام بالمثقفين والفنانين في الثورة بشكل أساسي. يعني أنا بعتبر أنه الحراك بدأ ضد جماعة الإخوان بعد الإعلان الدستوري المكمم اللي هو كان في نوفمبر 2012. قبلها كان الجميع بيحاول أنه طيب ده ناس جم في الانتخابات خلاص نشتغل وبعدين ياخدوا وقتهم ونمشي، كانت دي قناعة اللي هو بالفكرة القديمة يقول لك طب نديهم فرصة ماشي. بعد البيان ده بدأ الحراك في الشارع، لأنه أنت قبله كانت فيه شوية دعوات لمظاهرات لاعتصامات، لكن بعد البيان نزل ناس بقى بمئات الآلاف وصلوا للاتحادية. وأعتقد أن دي إشارة التقطتها مؤسسات الدولة أنه هذا الشعب يمكن أن يتحرك، لأن هم كانوا جايين بفكرة أنه إحنا الناس بتوع ربنا، الناس مش بتطلعوا علينا، وإحنا نحب الناس والناس بيحبونا. فتحرك الناس في بعد البيان وبمئات الالاف ادى اشاره للكل، حتى احيا الامل عند الناس انه لا، الناس مش مستسلمه للموضوع. كانت عندهم فرصه ان هم يعني يلتقطوا الاشاره، بس الحمد لله ما التقطوهاش، ويعيدوا حسابات مره اخرى. لكن هم وصلوا مجموعة من الحماقات التي نحمد الله عليها الحقيقة، ومجموعة من الغباءات برضو نحمد الله عليها، في تحدي الناس بشكل كبير. فبدأ يبقى في حراك طول الوقت. جابت الإنقاذ الثانية كونت بعد البيان، وبعدين دخلت فلقيت تمرد، وبعدين جمعيات كتيرة للتغيير والحرية وإلى آخره. لكن التجسيد الحقيقي للفكرة بدأ في اعتصام المثقفين اللي هو كان في 5 يونيو، لأنه اعتصام بدأ أنه اعتراضا على وزير ثقافة إخواني، واللي هو أنت كنت معتبر ده الجنون الكامل. يعني أنت ممكن يبقى رئيس الجمهورية جه إخواني، لكن أن وزير الثقافة بتاعت مصر يبقى إخواني ده جنون كامل. أنت بتتكلم على دولة مجموعة من الطبقات والثقافات والاهتمامات، و وزير الثقافة ده لازم يبقى مهتم بالسينما، ولازم يهتم بالفن التشكيلي، ولازم يبقى يعني والموسيقى في سبيكة كده. وزير الثقافة في مصر تحديدا لازم يبقى عليه، لو مش عليها تبقى في حاجة ناقصة، تبقى بيعكس ثقافة مصر.
فانت جايب وزير ثقافه كانوا بيشتغلوا، وتخيل المشهد يعني، انت ارسم مشهد كده انه المسرح الكبير في الاوبرا كانت الجماعه عايزاه عشان المرشد العام يقول الدرس الاسبوعي بتاعه في المسرح الكبير في الاوبرا. تمام، يعني مين بين قال لك لا المسرح الكبير ده ايه، الاوركسترا السيمفوني والبالي لا لا. وكان في، وكان يمكن ده من الاسباب اللي خلت ان هم يشيلوا الناس عبد الدايم، ان هي واجهت شويه الحكايه. بس ده التصور انه لا الاوبرا دي، شوف الاوبرا يعني، فيبقى انت الراجل يقول درس ديني عليها، درس ديني ليه مكانه يعني. فالمثقفين هنا كانت حساسيتهم اكتر، لانه الخطر كان على الهويه المصريه وعلى المزاج المصري، مش بس الهويه صحيح. بالمعنى العام، لا على المزاج المصري نفسه. كان باين عند المثقفين، فبداوا برفض دخول الوزير الاخواني لمكتبه، وتصعد على طول ان هو الاعتصام ده لن ينتهي الا برحيل النظام. فبان هنا. وبعدين احنا شعب طول الوقت يعني تحب النجوم والممثلين والفنانين، فالاعتصام اجتذب قدر كبير جدا من المواطنين، الناس. وده كان اعتصام ما بين الفن والثقافه، يعني مش هو يقولوا عليه اعتصام المثقفين، لكن هو ما بين الحقيقه يعني ما بين الفن والثقافه. واعتقد صمود الاعتصام، لان هم خرجوا، هم دخلوا الاعتصام 5 يونيو، ويذكر بقى للحقيقه يعني، يعني كل واحد من الناس اللي هم كلموا على الاعتصام اقول له الفكره بدات ازاي، يقول لي خالد يوسف كلمنا وقال احنا هنعمل حاجه كده ايه هنفاجئكم بيها، لان هم تعاملوا خالد يوسف برضو يعني راجل بتاع يسار وتربيه تنظيمات سريه او افكار سريه يعني، فدخلوا الاعتصام بانه هم رايحين كمثقفين قبل الوزير. يعني هم مش رايحين داخلين بفكره ان احنا هنعتصم، لا هم رايحين طلبوا مقابله الوزير، فالناس الحرس بتاع الوزاره دخلهم يعني مثقفين كبار، فدخلوا احتلوا مكتب الوزير وقالوا واعلنوا وقتها الاعتصام. فالتركيز على الاعتصام ده مش عشان الشخصيات اللي قاموا بيه، ولكن اكتر كمان فكره انه الثقافه في البلد دي هي اللي بتحميها. صحيح، يمكن هي دي النقطه اللي زلزلت الارض برضه. الفن في البلد دي هو اللي بيحمي البلد، يعني بشكل اللي هو بنقعد نتكلم بقى على قوه مصر الناعمه. يعني كان هذا الاعتصام هو اكبر تجسيد لمعنى انه قوه مصر الناعمه هي قوه فاعله بشكل اساسي، لانه دول كانت كل وكالات الانباء العالميه بتيجي وبتسجل معاهم وبداوا يشرحوا الموقف. واعتقد انه الاعتصام ده يجسد انه لا انت قدام ثوره شعبيه بشكل كامل، يعني المؤسسه العسكريه كانت بترصد من البدايه من الاول خالص. واعتقد انه الاشاره اللي انا كنت بتكلم عليها بتاعت نزول الناس بعد الاعلان كانت اشاره مهمه جدا عند المؤسسه العسكريه، انه لا الشعب لديه ما يقولوا في هذا النظام. صحيح. مش الكلمه الاخيره اتقالت خلاص في السنة. وهم نزلوا كمان يا دكتور محمد لانه كان في تعمد واضح لاخافه الصحفيين والمثقفين في هذا التوقيت. هم تعاملوا بفكره اللي هو ايه، سيف المعز وذهبوا الحقيقه. يعني هم اجتذبوا ناس كتير جدا بالمزايا وبالفلوس